الفلاسفة لهم قدرة خاصة وخارقة على خرق التقليد في دلالات المفاهيم. لهذا إذا درسنا المفهوم مثلا عند أفلاطون، وقلنا الترانسندنتال عند أفلاطون هو المثال الأنطولوجي المفارق، عند كانت مفهوم الترانسندنتال يدل على مقولات العقل القبلية، بمعنى أعطى معنى خاصا للترانسندنتال وللتعالي. في باب أيضا لا بأس أن أشير إليها ولو بإيجاز حتى نحترس في دلالة المفاهيم عند الفلاسفة، مفهوم الحدس عند كانت غريب واستثناء في تاريخ الفلسفة. الحدس، كنا نتحدث عن حدس هايزنبرغ للمعادلة الريالية قبل قليل، الحدس هو المعرفة المباشرة بدون واسطة، هذا هو التعريف المعجمي الفلسفي. لو فتحنا المعاجم سنجد أن الحدس هو المعرفة المباشرة بدون توسط، سواء كان التوسط أداة حسية أو التوسط عملية استدلالية عقلية بنهج المقدمات والنتائج. إذن هي فجأة، الحدس معرفة مفاجئة تمثل في الذهن. عند كانت الحدس هو المعرفة الحسية، معنى النقيض. يعني لو أن كانت كتب نصه وأعطاه لأستاذ فلسفة لأقام الدنيا وأقعدها عليه، كيف لا تفهم ما معنى الحدس وكذا؟ لا، إذن للفلاسفة لغتهم الخاصة. لهذا يعني أنا أدعو بين قوسين أننا عندما ندرس فيلسوفا ما نحتاج إلى ما يسمى بمعجم ذلك الفيلسوف. حتى في الفكر الإسلامي لا تظن أن الباقلاني هو أشعري فهو أشعري في جميع دلالات المفاهيم، نحتاج إلى معجم خاص به. حتى في الأصول وفي الفقه هناك دلالات خاصة تكون من اقتدارات المفكر أو الفقيه أو الأصولي في وضع الدلالة. فأحيانا نخطئ في الفهم بسبب ماذا؟ أننا نقرأه بمعجم غيره فيحدث الفارق في الفهم. هذا على المستوى مفهوم الترانسندنتال، وأعطيت مثالا واضحا هنا بمفهوم الحدس الذي يعني المعرفة الحسية عند كانت. وبالتالي إذا دخلنا إلى نص كانت ينبغي أن نغير المفاهيم، معنى المفاهيم. إذا دخلنا إلى بريكسون الحدس شيء آخر، هو معرفة مباشرة ولكنه له معنى آخر. حدس الديمومة، أن الحدس هو المعرفة التي نعرف بها الديمومة والحياة. إذن كل فيلسوف يصنع مفاهيم خاصة أو يشتغل على المفاهيم الموروثة بدلالات خاصة من أجل إقامة نسقه. ولهذا من أفضل المقاربات في تفهيم الفلسفة وتعليمها، أنا أقولها لأنني في أثناء حديثي مع الإخوة وجدت الإخوة تبارك الله كلهم أساتذة ومتخصصين، يعني يستطيعون أن يذهبوا في هذا المجال بقدراتهم الدراسية. من أفضل المفاهيم في تشغيل المقاربات المنهجية هو تشغيل المقاربة المفاهيمية في دراسة الفيلسوف أو في متن فلسفي محدد. المقاربة المفاهيمية لا تفيد في دراسة الفلسفة بشكل عام، بل في دراسة كل فلسفة على حدة وكل فيلسوف على حدة تكون أفضل كوسيلة لتقريب ذلك الفيلسوف ولكشف دلالات أفكاره وعملية بنائها.